مشاهدي الكرام أهلا بكم. منذ أكثر من عام ونصف ووعد الإصلاح مستمر، أمور أنجزت وأخرى ظلت عالقة بانتظار مغادرة قطار التأخر والفوات التاريخي الذي يمكن أن يلحق بنا. ولكن بين السياسة والاقتصاد تولد تحديات جديدة، الطاقة والمعونات العربية والعجز المالي وتفاصيل كثيرة كانت تنتظر دوما تدابير استثنائية، لكن الثابت أن لا عقلا سياسيا أو اقتصاديا كان يخطط للخروج من المأزق، ولا بشكل جيد هناك استراتيجيات واضحة أو جداول زمنية محددة، مما عظم فجوة الثقة بين المواطن وبين ما يوعد به أو يحلم لأجله. فهل الحراك الشعبي ذوى أو تقلص؟ وهل وفرت له قرارات حكومة الدكتور فايز الطراوني برفع الأسعار فرصة للتجدد من جديد وبسقوف أعلى من ذي قبل وبمساحات أوسع؟ وهل كانت الحكومة تدرك كلفة قراراتها سياسيا أم أنها مضطرة ولا تريد الهرب من مواجهة الاستحقاقات المالية كما فعلت سابقاتها؟ ثم كيف نكون أفضل؟ وهل لنا أن نتلمس إنجازا فارقا برغم الظروف الصعبة؟ أسئلة كثيرة وأخرى ستأتي عبر تعليقاتكم ومداخلاتكم أعزائي المشاهدين في حوارنا لهذه الليلة مع الكاتبين الزميلين في جريدة الغد الأستاذ فهد الخيطان والدكتور الباحث محمد أبو رمان. أهلا بكم ضيفي العزيزين. أيضا أعزائي المشاهدين يمكنكم التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صفحة البرنامج على الفيسبوك أيضا وتويتر والرسائل القصيرة وهاتف البرنامج الذي يظهر. أبدأ معك أستاذ فهد الخيطان. القلق على الانتقالية والمرحلة الإصلاحية في الأردن كان عنوان مقالك في الغد في 29/5. هل تعتقد أننا فعلا فوتنا فرصة تاريخية وأن الحراك الشعبي استعاد وجوده بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة؟ الحراك بالتأكيد أخذ زخما، أخذ دفعة كبيرة من الطاقة بعد قرارات رفع الأسعار، أو لنكون أكثر دقة أن القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة الأخيرة أكدت صحة ما كان يقوله الحراك وكل القوى السياسية في البلاد، أننا نواجه أزمة مركبة سياسية اقتصادية اجتماعية شاملة وتحتاج إلى معالجات كبيرة، وأن لدينا أخطاء متراكمة منذ سنوات تحتاج إلى إصلاح حقيقي وشامل. بمعنى آخر أن قرارات الحكومة أكدت صحة خطاب الحراك فيما يخص الوضع السائد في البلاد. بالتأكيد استفاد كما قلت الخطاب من هذه القرارات، الحراك استفاد من هذه القرارات، وموجة التذمر الشعبي امتدت واتسعت لتشمل قطاعات جديدة في البلاد. لكن الثابت الأساس أن الحراك سواء شهد صعودا أو هبوطا بقياس على الأسابيع أو الجمع التي يشتد فيها ويهبط، إلا أنه الشيء المؤكد أنه حالة دائمة وثابتة. ما دامت العملية الإصلاح لم تصل إلى نهايات المنشودة لغاية الآن، فالشيء المؤكد أن الحراك سيستمر في الشارع، ونحن إزاء حالة. الربيع العربي ليس فصلا، هو نقطة تحول، مرحلة تحول تاريخي ليس في الأردن فحسب بل في كل العالم العربي، ولذلك هو فصل مديد ومستمر وسيشهد محطات هبوط وصعود مختلفة، لكنه سيبقى قائما وموجودا. وحتى بعد أن ننجز خطوات إصلاحية مثل إجراء الانتخابات، الدخول إلى مرحلة سياسية جديدة، الحراك الشعبي سيبقى، لأن القضايا ما زالت موجودة وطويلة في الدول التي شهدت ثورات وليس تحولات سلمية مثل الأردن. الحراك، الناس ما زالت تنزل الشوارع وتتظاهر وتحتج وتطالب، فهي عملية تاريخية طويلة. الكلام بعض المسؤولين وبعض الأوساط عن أن هذه الحراكات ستدوي وستنتهي، هذا كلام قصير النظر وينم عن سذاجة سياسية عالية، ليس صحيحا. حالة الحراك في الأردن مستمرة بأشكال، والخطير فيها ليس من ينزل إلى الشوارع ويرفع صوته ويحتج، ولكن الأغلبية الصامتة التي لا تشارك في هذه الاحتجاجات والتي تحمل موقف نقدي بالغ القسوة والشدة تجاه سياسات الحكومة. وإذا ما استمرت الحال على ما هي عليه فربما هذه الأغلبية تنفجر على نحو غير محمود. طيب، شكرا أستاذ فهد. أيضا أذكر الأخوة المشاهدين بسؤال
الحلقة على صفحة الفيسبوك، هل أنت مع استمرار الحراك الشعبي؟ 74% نعم و 26% لا. دكتور محمد، هل يعني وأنت يعني متابع ومتابعا كثب لموضوع الحراك الشعبي، هل هناك من يرى بأن الحراك يمكن أن ينتهي وأن يعود الناس بلا ثمن إلى بيوتهم باعتبار أننا أنجزنا إصلاحات؟ هل هذا مقبول؟ هل أنا أم أنا جوهر الديمقراطية أصلا أن يكون هناك احتجاجات واعتصامات عمالية ومطلبية وكلها تحت مظلة القانون، ولكن هناك يعني أمور تنجح أمور تخفق أحيانا، أم أن البعض كما يريد أننا نذهب إلى البيت مرة واحدة خلاص باعتبار أننا أنجزنا ورشتنا الإصلاحية؟ لا، أنا في تقديري أنه تحديدا هذا النقاش يلخص أزمة القرار السياسي في الأردن، وهو المنظور الخاطئ للحراك وللعلاقة بين الدولة والشارع. عندما يصبح هدف الدولة إخضاع الحراك أو إنهاء ظاهرة الحراك والتركيز على هذا، وكأن المشكلة هي في الحراك وليست في الأزمة السياسية في البلاد، ولا في التراكمات التي حدثت، ولا في فجوة الثقة والمصداقية بين الشارع وبين الدولة. أعتقد عندما تصبح هم الدولة ومنظورها بهذا السياق، هنا تبدو المشكلة. وأنا أبني على كلام الأستاذ فهد الخيطان بأنه يعني في المحصلة أنا أخشى أكثر ممن يجلس في بيته وليس ممن يخرج إلى الشارع، ليس ممن يذهب ويعبر عن رأيه ويتحدث ويطالب بالإصلاح. أنا أخشى من يحتقن في منزله ويصاب بخيبة أمل ويشعر بالمرارة من الظروف ثم ينفجر مرة واحدة. لذلك أنا في تقديري الخلل في القضية هي أننا نتعامل مع الحراك وكأنه مستهدف وكأنه هدف في أنا أريد أن أنهي الحراك، أو أن الحراك هو دلالة على أن الأزمة السياسية مستمرة، وإذا انتهى الحراك فتنتهي الأزمة السياسية حتى لو لم نقوم بتجديد العقد الاجتماعي أو تجديد قواعد اللعبة السياسية في البلاد. هذا هو المنظور الخاطئ للأزمة، وهذا الذي نتحدث عنه منذ عام أخي مهند، منذ عام ونحن نناقش بنفس الطريقة بنفس اللغة ونحذر من أنه هذا المنظور للأزمة منظور خاطئ. أنا لست معنيا بعدد من ينزلون إلى الشارع، وليست القضية ارتفع السقف، وليست القضية ارتفع السقف أو لم يرتفع، مع أنه هذه قضية بحاجة إلى نقاش، إنه لماذا ارتفع السقف؟ السؤال ليس هل ارتفع السقف، ولكن السؤال أنا بعتقد قبل ذلك وبعد ذلك لماذا ارتفع السقف؟ لأنني أنا أخطأت في إدارة الأزمة السياسية في التعامل مع هؤلاء. في المحصلة أنا في تقديري وإكمالا لكلام فهد، أنا في تقديري إنه الحراك لم ينتهي، الحراك لم يذوى، وأنا من خلال وهنالك شيء اسمه المزاج السياسي، المزاج الشعبي في البلاد. أنا أعتقد أنه المزاج الشعبي ليس بحاجة إلى مقاييس استطلاعات بالمعنى الدقيق، ولا إلى يمكن أن تتلمسه في التعليقات، يمكن أن تتلمسه في العالم الافتراضي، يمكن أن تتلمسه في نقاشات الشارع في المجالس. المزاج ليس جيدا، المزاج سلبيا. نحن نقرع جرس الخطر لنقول أنه الوضع الحالي من الواضح أنه الناس في حالة ارتباك وتململ وقلق. اليوم كان حديث عن انطلاق حركات جديدة وليس انتهاء حركات، فبالتالي المسألة تتوسع، هنالك مزاج سياسي شعبي مقلق، وهنالك أنا في تقديري ويمكن أن أتحدث عن هذا لاحقا، هنالك سوء إدارة أزمة سياسية في البلاد. طب أيضا الحديث عن امتدادات هذه الحركات كما تفضلت في النهاية، أنه نشهد ولادة حركات ونشهد البيان رقم واحد لولادات جديدة أيضاً. صحيح، هذه أيضا ربما تكون مسار في حوارنا، لكن دعونا نأخذ رأي بعض الزملاء الصحفيين في بعض الصحف والإعلام الإلكتروني والإعلام الورقي فيما يتعلق رأيهم بالحراك الشعبي والتحولات والمصائر التي لفت بهذا الحراك. نتابع أعزائي المشاهدين هذه اللقاءات التي أجرتها كاميرا رؤية ثم نعود. أعتقد أن الربيع الأردني بدأ قبل الربيع العربي بعدة سنوات، من حيث أن الأردن قام بتنفيذ حزمة إصلاحات واسعة اقتصادية اجتماعية سياسية، نجح بشكل كبير في حزمة الإصلاحات السياسية، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية واجهت بعض التعثر جراء محدودية الإمكانات والأزمة المالية العالمية وظروف الإقليم أيضا. وأنا لا أستطيع القول أن هناك ربيع أردني بمعنى الربيع الأردني الذي يجري في محيطنا، هناك ربيع أردني من نوع خاص،
ربيع أردني يشترك فيه الجميع. هناك مسيرات حضارية وسلمية تنزل إلى الشارع، لم ترق قطرة دم واحدة. أعتقد أنه الربيع الأردني بداية لم ينتهي، لأنه ما زلنا نسير في اتجاه الإصلاحات، لكن الذي انتهى أو خفت وتيرته الحراك في الشارع. وأعتقد سببه أنه ارتفاع سقف الهتافات والشعارات المطروحة من بعض الحركات دفعت المواطن الأردني أن يبتعد عن هذا التحرك، لأنه يشعر أن هذه الشعارات لا تتناسب مع ما يريد عبر الإصلاحات والمطالب التي يقدمها إلى الحكومة بأن تقوم بها. بالتأكيد الحديث عن نهاية الربيع الأردني هو حديث يعني مغلوط تماما. المسألة لا تتعلق بالأعداد، ولو أنه احنا شاهدنا الأسبوع الماضي على عكس كل التصريحات الرسمية شاهدنا ارتفاع في الأعداد ودخول مناطق جديدة مثل لواء فقوع والمفرق وغيرها لأول مرة على الحراك. الشغلة الثانية، يعني هناك احتياجات أساسية للمواطنين لم يتم تلبيتها، وبالتالي حتى لو شهدنا خفوت في المسيرات من حين إلى آخر، لكن هذه المطالب أو هذه الحاجات الأساسية لن ما دامت لم يتم تلبيتها لن يتوقف الحراك الشارع. أعزائي المشاهدين، نعود لمتابعة حوارنا. أستاذ فهد الخطال، يعني كيف، لكن تسمح لنا قبل ما نأخذ رأيك، في اتصال من الأخ مشاهد الكريم وائل عطاري. الأخ وائل عطاري، مساء الخير. طيب تأخرنا عليه بسبب ربما المداخلات للزملاء. أستاذ فهد، يعني كما شفت ربما في وجهات نظر متعددة، أنه عندنا ربيع أردني وعندنا وصفة خاصة، وعندنا أيضا هناك من يعول على الرقم، من يعول على الامتداد المكاني، وأنه لا في صعود لهذا الحراك الشعبي. هل وفرت بالفعل يعني الحكومة غطاء جديدا أو محفزات جديدة لاستعادة الحراك الشعبي بقرارات الاقتصادية الأخيرة؟ بالتأكيد، شوف، الحراك كان في الأردن طوال السنة الماضية هو حراك نشطاء سياسيين في العاصمة وعمان وحزبيين وفي المحافظات ومن حول هذه القوى الناشطة الصاعدة التي ظهرت بأسمائها المناطقية والمحلية. لكن الصعوبات الاقتصادية ثم القرارات الاقتصادية ذات التي يعني يشعر الناس أنها ستمس حياتهم، بالتأكيد حفزت فئات جديدة كانت تتذمر وتشكو، ربما حفزتها للتقدم خطوة إلى الأمام والنزول إلى الشارع. وأنا أعتقد أن الحكومة كانت تدرك هذه الحقيقة، ولذلك حاولت في قراراتها الاقتصادية أن تكون حذرة جدا، سواء في مضمون هذه القرارات ثم في طريقة اتخاذها على دفعات أو على مراحل، حتى لا تستثير الشارع. تعرف هي تماما وتدرك من متابعاتها وتقاريرها أنه شارع المزاج العام كما قال الدكتور أبو رمان، مزاج سلبي وحاد جدا، والمستوى النقد الذي نسمعه في الصالونات والمجالس العامة وفي الشارع كبير وكبير جدا. ولذلك بدأت الحكومة حذرة في هذه القرارات، لكن في المحصلة الناس شعروا أن هناك سلسلة من القرارات التقشفية ستمس حياتهم وستؤثر على ظروفهم الاقتصادية اللي هي في الأساس صعبة ومعقدة وقبل هذه القرارات. ولذلك المخاوف الآن من أن يكون تكون الاقتصاد هو الذي يقود الحراك السياسي الشعبي في المرحلة المقبلة في البلاد. الأزمة لم تقف عند هذا الحد أصلا في المسار السياسي، في مسار الإصلاح السياسي البلاد كانت عموما شبه متعثر هذا المسار. نتحدث عن انتخابات قبل نهاية العام دون أن نعطي أن نستطيع أن نلتزم في موعد محدد، لم نتفق على قانون انتخاب بعد لغاية الآن ولا على نظام انتخابي، لم ننجز شيئا ملموسا في هذا الإطار منذ التعديلات الدستورية ولغاية الآن. في مسار الإصلاح السياسي كلما اقتربنا من المواعيد والاستحقاقات كلما زاد المشهد غموضا أكثر بالنسبة لي. ولذلك الأزمة مركبة سياسية اقتصادية، والوضع الاقتصادي الصعب الذي جاءت فيه حكومة الطراوني يضعها اليوم في مأزق كبير، أنها أولا في موضوع السياسي ليست مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة في مجال الإصلاح السياسي للشارع، في المقابل هي تطالب هذا الشارع بأن يتحمل سياسات اقتصادية صعبة كل الناس يعرفوا ويدركوا تماما أننا لم نصل إليها إلا بفعل السياسات الخاطئة المتراكمة لعدة حكومات.
ولذلك من حق الناس أن يقولوا اليوم أنه قبل أن تطلب مني أن أدفع وأن أكون شريكا في تحمل الأزمة الاقتصادية، علي أن أطالب أو من حقي أن أطالب بمحاسبة الحكومات السابقة التي أوصلتنا إلى هذا الرقم الفلكي من المديونية وإلى هذا الوضع المزري بحجم العجز والإنفاق الحكومي. في المقابل كل هذه الملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي، وأعني ملفات الفساد التي هي حديث الشارع الدائم، كلها تقريبا تم إغلاقها باستثناءات محدودة. ولذلك الناس يشعروا اليوم أنهم فقط هم المطلوب منهم أن يدفعوا ثمن التصحيح الاقتصادي، وليس غيرهم ممن يعني اعتدى على المال العام. طيب دكتور محمد، يعني في رصيد الحكومة صفر يعني عند الناس شعبيا بسبب هذه القرارات التي ظهرت نتائجها ربما يوم الجمعة. الحكومات السابقة كانت دائما تعمل ترتيب لموضوع رفع الأسعار تبعت الطاقة كل شهر تقريبا، فجأة توقف هذا الأمر، وكان المفروض أن يكون في فرق السعر لما ينزل أسعار البترول عالميا يكون في صندوق لمعالجة ربما ظروف استثنائية، ولم يحصل هذا. ألا تعتقد أنه أيضا الجرأة وعدم وجود، وكانوا الناس يعني أيضا قابلين هذه الارتفاعات اللي كانت تجري، تعديل السعر كان يتم خلال كل شهرين تقريبا فترة ما، فجأة توقف هذا الأمر وأصبح في حسابات ربما أوصلتنا لهذه المرحلة. هناك أيضا من يرى أن المسألة ليست كلها اقتصاد، أيضا مسألة أنه ناس أصرفوا في الاهتمام بالسياسة أكثر من الاقتصاد، وبالتالي يواجهوا اليوم هذه المسارات بعد ما كانت الحكومات يجب أن تتخذ قرارات فيها. هل تعتقد أن فعلا الحكومة لم تدرس قراراتها وكلفة السياسية؟ لا، أنا في تقديري هو الكلفة السياسية هي التي أدت إلى ترحيل القرارات وتأجيلها من حكومة إلى أخرى. وأنا في تقديري أنه المشكلة أنه ليست القضية قضية رصيد الحكومة. الآن المسألة صار الرصيد يأخذ من رصيد الدولة وليس الحكومة، وهذا أخطر بكثير من مؤسسات الدولة والثقة بين الدولة والمواطن، وأعتقد هذه أخطر مسألة في المشهد السياسي الأردني. أنا ببني على الحكي اللي حكاه فهد، أنا مشكلة أنت رايح باتجاه قرارات اقتصادية صعبة وخطيرة وتتناقض مع طبيعة الحكومة الحالية. أنت تأتي بحكومة محافظة وحكومة تعطي إشارات ورسائل منذ البداية بالتراجع عن مشروع الإصلاح السياسي، بردة عن قانون الانتخاب، بتراجع في كثير من الملفات، وبهذا السياق وتتحدث عن قرارات اقتصادية فيها قدر من رفع الدعم عن الأسعار. هذه لا تلتقي، يعني في كل الدنيا لا تلتقي أنك أنت تتحدث عن تقليص علاقة الدولة بالمواطنين اقتصاديا وتذهب باتجاه رفع البعد الاجتماعي أو المسؤولية الاجتماعية للدولة، وفي الوقت نفسه تذهب باتجاه تأميم الحياة السياسية. يعني هذول المسارين متناقضين. إذا أنت أردت أنك يفترض بأي تفكير منطقي، وهذا اللي أنا بطرح السؤال، سؤال الأزمة السياسية، أي تفكير منطقي أنه أنت مقبل، أنا بدي أقبل أنه أنت مضطر إلى حزمة من القرارات الاقتصادية، ونحن لنا ملاحظات عليها كثيرة. طيب. ما حكى فهد. طيب. أنا سأقبل جدلا بأنك أنت مضطر بالضرف إلى هذه الحزمة الاقتصادية، لأنه الآن الوضع الاقتصادي فعلا لا يحتمل. طيب. والوضع الاقتصادي في منتهى السوء، والسيولة في حالة مقلقة للدولة. طيب. وهنالك معشرات ورسائل يعني. بس المواطن عديدة. كان يعني لما كان في عفوا، لما كان في اسف قاطع، لما كان في موعد دائما يجرى عليه تعديل سعر النفط، المواطن كان تعود على هذا الموضوع. بس يعني تأجيل وخوف وكلفة. أنا فاهم عليك، هذه تفاصيل دكتور محمد. نعم. أنا في تقديري هذه تفاصيل ممكن نرجع لها. يعني هم توقفوا عن هذا الدعم، وبعدين صار في قلق أو خشية من العودة، من الكلفة السياسية إذا عادت إلى هذا، وصار في عملية بيع، يعني باعوا المواطن نحن ثبتنا أسعار أوكي. بس أنا الفكرة اللي بدي أحكيها أنه أنت، أنا بدي أقبل هذه الحزمة الاقتصادية جدلا، أنه أنت مضطر لهذه الحزمة. طيب أنا مش بحاجة في أي دولة في الدنيا أن أنا أساوي انفتاح سياسي من أجل احتواء الاحتقانات، ولا أنا باجي باخذ مع الشارع ما صار محتقن كمان. أنا هذا مش قادر أفهم، يعني أنا ما بعرف حتى بألف بات تفكير السياسي أنه أنت رايح بهذا الاتجاه. طيب يا أخي مفروض تخفف، أنك تجيب القوى المعارضة، القوى السياسية، تضعهم في صورة هذا، تحاول أنك تفتح خطوط معهم، تتفق معهم على صفقة لأن تحمل. إذا كنا نتحدث، وهي قضية مهمة أنه نتحدث فيها بصراحة، إذا كنا نتحدث أن الوضع الاقتصادي خطر الآن على الدولة كدولة، وعلى الأمن الاقتصادي من الدولة إلى المواطن، والوضع لا يحتمل،
انه تاجيل مثل هذه القرارات لانه هناك مشكله حقيقيه في السيوله وهناك مشاكل اخرى وهنالك قلق حقيقي على الاقتصاد الوطني خلال الشهرين او ثلاث اشهر القادمه. اذا كنا نتحدث انه الوضع وصل الى هذه المرحله فلا يعني الجفوه بين الدوله والمعارضه هي عنوان ازمه ثقه خطيره. يعني أنت بحاجة في هذه المرحلة ترميم الثقة بين الدولة والمواطن والمعارضة، بحاجة أنك تقبل على الشارع، تفتح خطوط اتصال مع الشارع، وليس أن تنكمش وتحدد مسار متناقض تماما مع عقلية الانفتاح. الحكومة جاءت بعقلية عرفية وليس بعقلية انفتاح سياسي، جاءت والآن هنالك عودة إلى الحرس القديم وليس إلى التيار الإصلاحي الذي أنا ما بعرف كيف حرس قديم بعقلية قديمة بده يجي يقود مرحلة مثل هذه الخطورة. أنا هذا ما بفهمه. إذا في واحد بيقدر يفسر لنا إياها بطريقته يفسرها، بس أنا بعتقد أنه هاي بالمنطق البسيط للمواطن العادي ما حدا قادر يفهمها. شكرا دكتور محمد. كأن الضيفين أعزائي المشاهدين قبل الفاصل الأول يقولان بأن الأزمات الاقتصادية لا تحدث إلا بانفراجات سياسية، ومشهد عام 89 كان أزمة اقتصادية أيضا لم تتعدل ظرفية البلد إلا بإصلاح سياسي في ذلك الوقت عبر في الأردن إلى بر الأمان. أعزائي المشاهدين بعد الفاصل نتابع المزيد من أسئلتنا لضيفينا الكريمين، ابقوا معنا.